وإعانة المستشفيات في بعض. تجربة الصراحة في فوضى تتعاني من بحث الموضوع، مش لأنه مش لأن احنا ما في تنسيق، خلينا نكون واضحين بس نتنسى. الدول اليوم في الدولة بشكل كبير تتحرك توصل مبلغ مشاكل، بدون حصول هي منع حصول الشر في صحيح واحدة من الجهات، وهي كيف في تشجيع الشر في تنسيق المعيد في جرحى في تعدد بشكل طبي بشكل يسمى دوري وشكرا لهذا الحديث معنا. شكرا.